دار حديث بيني وبين خالد العنوان محاميد عن طريق الواتساب بعد تدني الوضع بالشمال السوري، بعد الاتفاقيات اللي صارت بالشمال بإدلب وتقدم قوات النظام على محاور عدة في إدلب. فبسأل خالد العنوان عن الوضع، انه شو وضع الجنوب بالنسبة للشمال. فبقول لي خالد العنوان احنا وضعنا بالجنوب يختلف تماما عن الوضع بالشمال. قلت له من اي ناحية؟ فقال الحمد لله احنا على تواصل دائم مع فصائل الجبهة الجنوبية، وفي عدة فصائل احنا نتواصل معها مثل فصيل ابو عمر الزغلول اسود السنة وفصيل شباب السنة ابو حمزة الودهة. فبقول لي يا ايهاب اذا بدك انت عندك بدك تفاصيل عن الوضع بالجنوب مستقبل القريب، ففينك تتواصل مع ابو عمر الزغلول وتسأله عن الوضع. بعد ظهور صورة لرئيس الوزراء الروسي لافروف ويصافح خالد العلوان محاميد، اجتني عدة رسائل على الواتساب فبسألوني انت شو ايهاب موقفك، ايهاب محاميد شو موقفك من خالد العلوان. فقلت لهم اني بالنسبة لي خالد العلوان لا يمثلني ولا يمثل الثورة السورية ولا يمثل عشيرة المحاميد، انا يعني بحكي باسمي انه لا يمثلنا.